أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة في بيت العيلة بنستضيف أسرة مصرية، بنتعرف على أفرادها وبنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. أعزائي المشاهدين، في كل حلقة أيضا هتتابعونا وهتتابعوا معانا الأسرة المصرية اللي بنستضيفها، ضيف الأسرة المصرية اللي هو بيكون ضيفنا أيضا وبيكون متخصص في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة. بنتعرف على أحلام الأسرة إيه، بنشاركهم أحلامهم، بنتعرف على مشاكلهم. المجال مفتوح، الحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. مشاهدينا اهلا بيكم معانا مره تانية، واسمحوا لنا ان احنا نعرفكم بالاسره اللي احنا ضيوفها النهارده. اسره الاستاذ السيد عماره مدرس تربيه رياضيه، اهلا بيك. اهلا بيك. ومعانا الزوجه رشا الدميري، اهلا بيكي. معانا الولاد، نبدا بالولاد الصغيرين ولا الكبار؟ نبدا بساره. ساره صغيره خالص. ازيك يا ساره؟ ومحمد جنبها، ازيك يا محمد. ومعانا سحر، انت كبيره بقى العقله، اهلا بيك يا سحر. وسلمى، وشكلكم توأم، هم مش توأم انا عارفه، سنهم متقارب، فرق سنه بس. فرق سنه، الله يكون في عونك. الله يكون في عونك، يعني كل ورا بعض ده، كل واحد الفرق بينه وبين تاني سنه. طب اسمحوا لي بس اعرف ضيف الاسره النهارده. احنا عارفين ان احنا معتادين دايما ان احنا الاسره بيبقى معاها ضيف تستضيفه. ضيفنا النهارده هو الاستاذ محمد عزت، اهلا بيك. استاذ محمد عزت مدير اداره الجوده باداره الحمول التعليميه، اهلا بيك. اول سؤال، سؤالنا مش بنغيره، اول سؤال هو ثابت في كل حلقه، ازاي الاسره دي اتكونت؟ ازاي التعارف حصل بين الزوج والزوجه؟ طبعا هو طبعا في قرابه بيني وبين الزوجه، الزوجه بنت خالتي رشا، يعني رشا الزوجه دي اللي هي رشا. قول لي رشا على طول. رشا بنت خالتك. رشا بنت خالتي. طب على طول كده، والدتها بنت عم والدتي. طب احنا دايما بنقول يعني في القاهره وكده، يعني مش عارف بقى كفر الشيخ عادي جواز القرايب ولا لا، دايما نقول ابن خالتي ده اخويا، ده انا متربيه معاه، يعني لما يجوا يحاولوا يوفقوا بين القرايب، خصوصا لما يكون قرابه قوي كده، دايما دي الجمله اللي بتتقال. ما حصلتش معاكي؟ ما حصلت، وقلت برضو اخويا نفس الكلام، بس قعدنا مع بعض. ضغط بقى من الاسره ولا لا؟ مش ضغط ولا حاجه، قعدنا بقى بشوفه بقى بشكل تاني بقى. قعدتي معاه تشوفيه بشكل تاني؟ حلو، حلوه دي. بقيمه يعني. حصل بقى اعجاب؟ بقى حصل نصيب الحمد لله. حصل اعجاب؟ قولي حصل اعجاب عادي، يعني حصل اعجاب. اما النظره بتتغير، خلاص احنا بقى عندنا اربع ولاد متجوزين. اما النظره بتتغير خلاص بقى، مش شرط، مش شرط. بس انت لقيتي ان لا، ممكن النظره تتغير. طب كويس الحمد لله. واربع ولاد ورا بعض، ورشا لسه بتشتغل وكيله حسابات بمديريه الماليه بكفر الشيخ. وكيلة حسابات دي عايزة تركيز، يا إما تعملي كل حساباتك غلط، إزاي بقى قادرة إن أنت لسه تشتغلي مع وجود ما شاء الله ورا بعض، يعني كلهم أربع ولاد؟ الحمد لله ربنا سهلة يعني، ويسرة بمساعدة والدته ووالدتي. طب حلو قوي، دي ميزة رائعة يعني مش موجودة عند أي حد. والدته معانا في نفس البيت، إحنا كلنا مع بعض كمان. ده دي برضو من مميزات المحافظات دايما، ان العيلة كلها بتسكن مع بعض. طبعا دي طبعًا. دي متاحة وسهلة. احنا كنا في بيت واحد، لكن في القاهرة هنا صعب شوية. انا واخويا ووالدتي، يعني انا في شقة واخويا في شقة ووالدتي في شقة. حلو قوي، موجودين مع بعض يعني بيت واحد. فالموضوع ده ساعد شوية طبعا طبعا، ان انت تقدري تشتغلي. بيسهل حاجات كتير. انت ما كانش عندك اعتراض؟ لا، يعني عندك اربع ولاد، ما حاولتش خالص تفكر تقول لا خلاص بقى احنا عندنا دلوقتي اربع ولاد صغيرين، اقعدي
دايما الزوج بيميل للتفكير ده. تقعد من ايه؟ من الشغل. والله في وقت من الاوقات كان يعني هي حست ان هي مضغوطه كده، فقلت لها خدي اجازه من الشغل خالص. فانا قدمت اجازه، بس حاجه الشغل عندهم كانت يعني يمكن ما عندهمش زياده في اعداد الموظفين اللي هم الوكلاء الحسابات وحاجات كده. فالناس قالوا لي طب سيبها وهنوديها مكان يكون اريح شويه من المكان اللي فيه. ده متعاونين جدا يعني. كنا في فعلا سبيل ان انت تسيبها تشتغل، قالوا لك احنا هنحسن شروط شغلها. قالوا لي سيبها واحنا هنوديها في مكان يكون مرتاح شويه. هم راعوا ظروف ولادي يعني. ايوه يعني هم زمايلي كلهم ناس. بس مش ملاحظه ان دايما الزوج اول ما يلاقي ها كانه بيتلكك على عمل المراه؟ يعني شوفي اول حاجه فكر فيها، انا بهدي النفوس. لا ما اقصدش حاجه، سيد بس بس يعني ليه دايما اتجاه الزوج على طول يلا عودي بقى من الشغل ومش مهم، كان شغل المراه ده هو شغله المهم، وشغل المراه ده حاجه كماليه يعني. اصلا اللي قاعد انا انا اللي واخد اجازه عكس الايه. يعني هي لما كنت شغال انت اللي اضطريت تقعد؟ لا انا في اجازه فعلا، بقالي فتره في اجازه داخليه. في ايوه بقالي فتره. طيب بالتوفيق عموما، ده انتوا قادرين تحلوها مع بعض. الحمد لله. وانا اعرف ان مدرس التربيه الرياضيه عندنا في مصر شويه غير اي ماده تانية. التربيه الرياضيه مش من المواد اللي بنعتبرها مهمه، ولما بنتزنق كاداره مدرسه هنا بتكلم، لما تتزنق طيب ناخد بقى حصه التربيه الرياضيه نديها لصالح ماده الحساب او العلوم، او عارف التفكير اللي هو كانها أيوة ماده أيوة مش مهمه، في حين التربيه الرياضيه دي مهمه جدا. والنشاط البدني ده اولا غير ان هو مؤثر بطريقه ايجابيه جدا في الصحه، بيأثر كمان في النشاط الذهني بيحسنه. غير البنيه بتاعت الطالب مهمه قوي انها تكون بنيه رياضيه بنيه صحيه. فليه دايما النظره للتربيه الرياضيه من اداره المدرسه بالتحديد نظره كانها ماده مش مهمه؟ لا، هي التربيه الرياضيه اما حتى في مفهومها وتعريفها هي اعم واشمل من التربيه، لان التربيه فقط تهتم بتربيه العقل، اكساب الانسان مهارات عقليه. اما التربيه البدنيه او التربيه الرياضيه فهي تهتم بالعقل والجسد. يعني تهتم بالعقل والجسد. ان الجسد لما نهتم بالجسد، لا ما هو بالتالي ده هيأثر بطريقه ايجابيه على العقل. وبعدين في المثل اللي يقول ايه، العقل السليم في الجسم السليم. في الجسم السليم. فاحنا لو تمينا بتنميه العقل مع الجسد فيكون المواطن ذات نفسه انفع. طب التقصير هنا من الاداره، المدرسه ولا من المدرس نفسه؟ من مدرس التربيه الرياضيه. مدرس التربيه الرياضيه لو هو مهتم بمادته ومعتز بمادته وما يسمحش ان اي حد يمسها. ايوه انا لما كنت مدرس تربيه رياضيه في مدرسه وعندي حصه تربيه رياضيه انا اللي بفرط فيها، لان مش معقول اداره مدرسه تاخد حصه تربيه رياضيه بدون موافقه مدرس تربيه رياضيه. ما ينفعش اداره مدرسه تحول حصه تربيه رياضيه لماده علميه ثانيه بدون موافقه مدرس تربيه رياضيه. فمدرس التربيه الرياضيه هو يكون السبب في التقصير ده. لأن هو يعني لو حصل تقصير هو اللي فرط في الماده بتاعته، هو مدرس التربيه الرياضيه في الوقت المخصص للتربيه الرياضيه. طبعا حضرتك استاذ محمد عزت مدير اداره الجوده التعليميه، فاكيد ليك راي في عدم اهتمامنا مش بس بماده التربيه الرياضيه، بالرياضه، بالانشطه الرياضيه في المدرسه، ايضا بالتربيه الفنيه والرسم والاهتمام بالمواهب. وبعدين محافظه كفر الشيخ دي المفروض تهتم بمثلا التربيه الصناعيه، نلاقي مدارس زراعيه كتير لكن هنتكلم في القصه دي، بس الاول اسمع رايك في الاهتمام بالمواد اللي هي زي التربيه الرياضيه. تمام. هو حضرتك دايما حصص الانشطه في المدارس تبقى حصص مهمله، يعني حصه التربيه الرياضيه، حصه التربيه الفنيه، حصه التربيه الموسيقيه قد تكون معدومه. يعني في معظم المدارس ما فيش حجرات للانشطه للتربيه الفنيه، ما فيش حجرات للتربيه الموسيقيه، ولا في ادوات موسيقيه. فالمتنفس الوحيد اللي بيبقى عند الطالب اللي هي حصه التربيه الرياضيه. في حين ان احنا بنلاقي كل المدارس في الخارج بتهتم بتنميه المواهب والقدرات الفنيه والرياضيه جداً. اكتر يمكن كمان من المواد النظريه الاخرى التعليميه. أيوة. الاخرى ده مهم جدا. احنا بنركز على المواد الاساسيه الخمسه وبنفضل مركزين عليها طول اليوم، حشو في دماغ الطالب من غير احنا ما ندي للطالب ده متنفس وبنديله فتره ترفيهيه ننمي. يعني انا عايز انمي حاجات تانية في 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 ذهن الطالب، مش ان هو القن واحفظ. ايوه عايز حصص الانشطه بتدي مجال للطالب
ان هو ينمي مهاراته ومواهبه. ففي حين ان احنا بنركز على المواد الاساسيه الخمس، يعني حتى لما بيجي يعملوا الجدول يقول لك الاهم حاجه الخمس حصص الاولانيين دولت الحصص المواد الاساسيه، لو هنعمل بقى حصص من الثانيه خلي الالعاب والرسم والتربيه الفنيه دي في الاخر، ده لو لقينا وقت، ولو اتزنقنا في الوقت كمان بناخد الوقت المخصص ليه. اما اذا لقينا وقت فديت طبعا كارثه من الكوارث في التعليم. ايوه يعني طب ازاي حضرتك مدير اداره الجوده التعليميه واحنا عمالين نسمع المصطلح ده ان احنا نطور في الـ في الـ في, الـ في او ننمي ونطور في الجوده التعليميه وجوده التعليم وليك راي اهو. أيوة يعني حضرتك رايك معايا. ايوه دي من المشاكل اللي بتقابلنا. مش قادر تعمل حاجه دي من المشاكل اللي بتقابلنا لما نيجي نطبق الجوده في المدارس. يعني من ضمن المعايير بتاعه الهيئه علشان اعتمد مؤسسه واعطيها الجوده من قبل الهيئه القيمية للاعتماد التربوي ان لازم تكون في حجرات انشطه ومفعله. فبتقابلنا مشاكل كبيره جدا، يعني انا ببقى عايز اقدم مدارس كتير ما فيش فيها حجرات اصلا اساسا للانشطه، يعني للتكدس الموجود بجانب تكدس عدد الطلبه بيخلينا في كثافه الطلبه. واخد بال حضرتك جانب ان في كثافه في مدارس بيضطروا يعملوا فترتين، ففترتين فما فيش الفتره الدراسيه بتبقى قليله، فالغي خالص الانشطه وركز بس على الخمس حصص بتوع المواد الدراسيه الاساسيه. ايوه فحصص الانشطه قد تكون معدومه. طب المدارس اللي فيها فتره واحده هتلاقي حصل لو وفيها حجرات انشطه بس ممكن ما تلاقيش، يعني حجره التربيه الموسيقيه ممكن ما تلاقيش لها مدرس تربيه موسيقيه، وما تلاقيش ادوات تربيه موسيقيه ممكن ما تلاقي، وفي مدارس كتير جدا فيها مدرس ما فيش فيها مدرس تربيه فنيه. نلخص الموضوع في ايه؟ يعني ليه مش بنلاقي مدرسين؟ احنا عندنا عدد المدرسين كتير جدا. طيب في ايه المشكله؟ يعني المشكله في المدرس والمشكله في التنظيم والاداره وتوزيع المدرسين هو المشكله في عدم الاهتمام بخريجي التربيه النوعيه اللي هي مثلا في التربيه الموسيقيه في التربيه الفنيه التربيه الرياضيه ديت للاسف الشديد ديت فيها عجز كتير شديد جدا، زي يعني زيها زي المواد الاساسيه في عندنا الانجليزي عندنا اللغه العربيه فيها عجز. فالمواد الاساسيه احنا في يعني موضوع السيد الدكتور وزير التربيه والتعليم دكتور محمد محب الرفعي في مسابقه ال 30,000 معلم، يعني تقريبا ان شاء الله هتحل مشكله العجز في المواد الدراسيه. في المواد اللي هي الانشطه يعني زي التربيه الموسيقيه التربيه الفنيه التربيه الرياضيه دي ما زال فيها عجز صارخ وبنعاني منها في مشاكل كتير جدا في المدارس، فديت لازم نشوف لها حل برضه. يعني ونهتم ان الخريجين يبقوا خريجي هذه النوعيه من التعليم علشان هو ده اللي احنا محتاجينه. عشان هنا بقى المنظومه التعليميه لازم كلها تبقى حلقات تبقى متكاملة. مش منفصله، كلها حلقات متصله كلها متكاملة نبقى عارفين احنا ناقصنا مدرسين تخصص كذا ودول يروحوا فين، اي محافظه يتوزعوا على اي محافظات. تمام. يعني مشكله. نيجي بقى عند برضو مشكلة تانية أكلم حضرتك فيها، مشكلة العنف. يعني إحنا دي ظاهرة أنا بعتبرها جديدة، مش عارفة رأيكم إيه، أنتوا طبعا أدرى، بس الحوادث اللي بنقرأ عنها الأيام دي إن طالب يتعدى على 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 مدرس ومدرس يتعدى إلى درجة إن إحنا نلاقي حوادث قتل بتحصل جوه مدرسة وطلبة بيبقوا لسه صغيرين في السن كمان. يعني دي أنا شايفاها ظاهرة العنف جديدة. وبعدين كان في توجيهات من السيد لسه الوزير. ما اصبحتش قوانين أي من السيد الوزير ايوه في توجيهات بتغليظ بهدف التخلص من تغليظ العقوبه على الطالب قد تصل الى الحبس. العنف المتبادل بين الطالب وبين المدرس بقت ظاهره غريبه جدا ومنتشره في معظم المدارس. طب اسمع راي حضرتك الاول وبعدين اسمع راي الاستاذ محمد عزت بعد كده. هو اولا الطالب مش عدو المعلم ولا المعلم عدو الطالب، ولكن انا بعتبر ان في بعض السياسات التي انتهجت في الفتره اللي فاتت في السنوات اللي فاتت هي اللي ادت ان توصل العلاقه بين الطالب والمدرس اللي احنا فيه ده، ان في المفروض النهارده في حاجه اسمها تقييم سلوك الطالب. تقييم سلوك الطالب النهارده المفروض المدرس ممنوع الضرب، ممنوع مدرس يضرب تلميذ. طيب الطالب اللي هو مش كويس او اللي بيتجاوز لابد ان يكون هناك عقاب. مفيش عقاب، في ولكن في عقاب بس ما بيطبقش. تقييم سلوك الطالب المفروض ان الطالب اللي هو بيعمل مثلا خطا
بننزل ولي الامر بتاعه ونعمل له انذار. انا استدعي ولي الامر بتاعه ونعمل له انذار. ايوه اجراءات تدريجيه. بعد كده تكرر الخطا بينفصل يعني فتره. انا عايز اسالك يعني ما هو الحاجه ايوه تكرر الخطا من الطالب بيتفصل فتره ولتكن مثلا 15 يوم. تكرر الخطا من الطالب يعني يتفصل لايه؟ الكلام ده موجود اصلا من زمان. طب مين اللي بيطبقه؟ ما حدش بيطبقه. ما انا طيب عايز اوصل اصبح النهارده الطالب بيتجاوز والمدرس ما عندوش اليه لردع هذا الطالب فساءت العلاقه. انما انا بعتقد وبعدين معظم يعني تقصد تقول ان حوادث العنف دي مش بتيجي من يوم وليله وفي لحظه بطريقه مفاجاه لكن ليها ما يمهد اليها. سياسات خطا ولو احنا اتبعنا الاجراءات من الاول وفعلناها ان الطالب بينظر في البدايه بيفصل بعد كده بالتدريج. انما مش هتوصل الطالب لكده. مش هتوصل لكده للعنف ده. وانا شايف ان يمكن كان السيد وزير التربيه والتعليم قريب من حوالي اسبوع كده او 10 ايام كان في برنامج وقال يعني احنا بصدد ان احنا نعد قوانين صارمه يعني تصل لحد ان ممكن الطالب يتعدى باللفظ او قول يكون فيها قبل الطالب. ولا ينصلح التعليم الا بكده. أي. مش هينصلح التعليم الا ما يكون فعلا الطالب عارف ان المدرس يحترمه ازاي، يتعامل مع المدرس بتاعه ازاي، والمدرس بقى عارف يعني الطالب ازاي، يعني الطالب ده زي هو ابنه زي تلميذه لازم يقيم سلوكه يوجهه، في نفس الوقت الطالب يتعامل مع المدرس ان هو والده، ان هو مثل اعلى ليه، ان هو له احترامه. انما ما تنساب العلاقه ان هو الطالب خلاص يفكر ان ما فيش عقاب فيسيء الادب في التعامل مع معلمه، ما فيش تعليم في مصر. وده للاسف برضو البيت استاذه رشا معانا بقى عشان احنا عندنا هنا اربع اولاد البيت عليه عامل كبير. احنا زمان اتربينا كنا ان المدرس ده ليه احترامه والمدرس ده كان بيتدخل احيانا في المشاكل اللي ممكن الطالب يواجهها في بيته مع والده مع والدته واحيانا بيتبادل معاهم زيارات عائليه. يعني ما هي دي مشكله اولياء الامور بقى. ايوه مش كل اولياء الامور بيربوا اولادهم ان انا المدرس ده مهما كان اكبر مني حتى لو غلط او تعدى حدوده معاه يبقى في شكوى والشكوى تصعد لناظر المدرسه مثلا. لكن في اولياء امور يقول لك مدرس غلط رد عليه كلمه خد وحش. حقك بايدك ما تخليش حد يضربك مهما كان غلطان. فده برضو هو اللي بيأثر يعني البيت في الاول وفي الاخر. لكن طبعا لو الاسره تداركت هذا الموضوع وربت ولادها بطريقه مختلفه لو كلهم مثلا نفس زي قيم ايام زمان زي كل الاسر نفس المفهوم اللي حضرتك بتقولي عليه دلوقتي مش هنلاقي طبعا كده. مش كده سلمى ولا ايه؟ سحر سحر وسلمى شبه بعض قوي. سحر انت بتحبي مدرسينك ولا لا؟ والعلاقه حلوه وفيها احترام مفيش اي مشاكل مع مدرسينها كلهم بيحبوها. مدرسينها بيحبوها وسلمى محبوبه ومدرسينك بيحبوها مفيش اي مشاكل. لما بتلاقي حد مثلا زميل ليكي زميله بتكلم مدرس بطريقه مش ما فيهاش احترام بتتضايقي ها؟ بتحاولي تقولي له حاجه او تقولي لها حاجه؟ طب برافو عليكي برافو عليكي. نسمع بقى راي الاستاذ محمد عزة. لما نشوف المدرس في الشارع كنا نخاف منه وممكن نستخبى من في ما نخلوش يشوفنا. يعني كان ممكن بتوصل لدرجه ان اولياء الامور في البيت يخوفوا الطالب بالمدرس. أيوه. طب انت لو عملت طب انا هقول للاستاذ بتاعك بكره. ايوه فالوقت للاسف كان بس كان في الوقت نفسه المدرس كان بمثابه الاب بالنسبه للطالب. ايوه كانت العلاقه الحميمه متبادله. انما للاسف العلاقه الحميمه اصبحت غير متبادله بين الطرفين. ايوه يعني انا ما بحملش المسؤوليه كلها على الطالب ولا بحمل المسؤوليه كلها على المدرس. لا احنا بنلاقي مدرسين بيستخدموا العنف وانا في رايي واكيد برضو راي حضرتك كده ان العنف ده لما يلجا اليه مدرس ده دليل ضعف المدرس. نعم وقله حيلته. يعني عشان انت تستخدم عنف وعنف بيؤدي للحوادث اللي بنسمع عنها وبنقرا عنها. تمام ايوه بتحصل ان فيه مدرس بيقتل طالب وفيه طالب بيضرب مدرس طالب مدرس بيضرب طالب لغايه ما بيؤدي للضرب بتاعه يؤدي للوفاه وفي أيوة. طالب بيضرب مدرس لغايه ما بيموت. أيوة. طبعا دي حاجات دي غريبه على مجتمعنا. أيوة. ما تعودناش عليها ولا سمعناها ولا تربينا على القيم ديت. طب ايه اللي وصلنا للمرحله ديت؟ اولا غياب دور الاسره. غياب دور الاسره دي كان من ضمن الاسباب اللي وصلت المجتمع للمرحله دي. اصبح الاسره في عزله تامه عن المدرسه. هو كل اللي عليه يودي الطالب المدرسه وما يسالوش ولا دعوة بيه ولا بيتابعوا. مع ان في اجتماعات المفروض دوريه بصفه منتظمه مع بين الاهالي واولياء الامور وبين
المدرسين يسمعوا يعني يتعرفوا على المشاكل اول باول. مجلس الامناء ومجلس الامور واولياء الامور والاخصائي مع الاخصائي الاجتماعي له دور نشط جدا في المدرسه. ايوه. ولكن لا يفعل. فاصبح دلوقتي الاسره بقت منعزله، هو رمى حمل التعليم والتربيه على المدرسه، وكلف المدرس بان هو يربي ويعلم. طب انت دورك فين كاسره؟ طب سيبني انا اعلم وانت ربي. يعني الوزاره بتاعتنا اسمها التربيه والتعليم، يكون في تربيه الاول وبعدين اعلم. للاسف الاسره خلعت ايدها من كل حاجه، مش لاقيين جزء التربيه ده بقى موجود مش في المدارس، مش لاقيين، افتقدناه في المدارس. فبيجي المدرس لما بيتعرض لاي اهانه، زي ما قال الاستاذ عبد الخالق، ما بيلقيش اللي بيحميه. ايوه، واخد بال حضرتك؟ يعني لو 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 طالب تعدى على مدرس وضربه وهانه، ايه الاجراءات اللي ممكن تاخدها؟ أيوة. طب لو هو حب يحفظ كرامه نفسه ويرد الاهانه دي، بالعكس هيلاقي نفسه معمول فيه محاضر ورايح اسامي الشرطه واواضي، وبيضطر في الاخر ان هو بيروح للطالب في بيته ويعتذر له، وطبعا تبقى دي بمثابه مهانه للمدرس. أيوة. طيب لو جينا نطبق بقى الامور القانونيه، لو طالب تجاوز، مفيش، ما بتطبقش. يعني هو الطالب تجاوز، ايه الاجراء اللي انا ممكن اخده معاه عشان يحمينا كمدرس؟ الوزاره نزعت من المدرس كل الصلاحيات من ايام الدكتور حسين بهاء الدين، منع الضرب. طيب انت ما شلت مني السلاح اللي كان بيبقى رادع للطالب. حضرتك شايف ان الضرب، لا اقف ان هو تعترض بقى، هو حضرتك شايف ان الضرب سلاح للمدرس؟ السلاح بقلة حيلة للمدرس يحميه، لا هو كان بمثابه رادع للطالب، بيعملوا عملية رابعة. في مدام مدام دعاء، معلش حضرتك، غير الضرب، من غير الضرب بقى يا مدام دعاء، يعني انا بنتكلم واحنا بنسمع في الخارج ان الضرب ده اسلوب متبع، مش متبع ابدا. تمام. لا انا مش قصدي ان هو لازم، يعني مش ده هي، بس يعني مجرد ان انت يعني حشت قلت منع الضرب في المدارس، اصبح المدرس اساليب العقاب حضرتك كثيره جدا. تمام. يعني مش ضرب بس، ده في اساليب عقاب متنوعه وتوجع الطالب. العقاب البدني ده اكتر بكتير من العقاب البدني، اخر انواع العقاب. يعني العقاب البدني، في العقاب النفسي وجميع انواع العقاب. بس انا اقول لحضرتك ان هو لما 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 منع الضرب في المدارس، ما اداش اليه ثانيه تحمي المدرس. بالظبط، يعني ما اداش اليه تحمي المدرس. أيوة. ساب المدرس في مكان، لا هي ممكن تنظم باسلوب مختلف تماما مع حفظ كل حقوق المدرس واحترامه، وده شيء اساسي، لان عمر ما المنظومه التعليميه هنلاقيها بتتحسن وبتتطور الا لو المدرس رجع له لازم ترجع له هيبته احترامه وهيبته. انا كمدرس لما اتهان وانضرب في مدرسه من قدام زمايل، قدام الطلبه، قدام انا هدرس لهم تاني ازاي؟ هقعد في وسطهم ازاي؟ أيوة. وفي نفس الوقت انا عايز يبقى العمليه برضه ما تبقاش مفتوحه بالنسبه للمعلم. أيوة. يعني ان هو يفضل يدي المجال للعقوبه بالنسبه له مفتوح، لان انك تستعمل العنف لدرجه انك تموت طالب. أيوة. يعني لازم يكون العمليه، لازم دي فيها خبراء نفسيين وتربويين، لازم يتدخلوا لتنظيم العمل. أيوة. لتنظيم العمليه دي. هو دعاء هو اللي بيوصل للعنف، اللي بيوصل لمرحله العنف، ان مفيش اليه بتحكم العلاقه وتدي لكل واحد حقه. تمام. يعني المدرس النهارده هو عمره ما يفكر يتعانف او مع الطالب، ولكن الطالب ممكن يوصل المدرس للدرجه دي. يعني هو الطالب ممكن يستفزه يوصل الى هذه الدرجه، يستفزه الى هذه الدرجه. هو المدرس جاي، يعني معظم اي مدرس يروح مدرسته ايه؟ رايح يعمل يدي حصته او الواجب اللي عليه او يؤدي واجبات وظيفته ويتوكل على الله بيروح بيته. فانا مش رايح عشان اعمل مشكله، مفيش حد بيدور على المشاكل. ولكن النهارده اما في طالب يوصل المدرس للدرجه ديت، اللي بيوصلها ايه؟ ان مفيش قوانين في ايد المدرس بتنظم العمل ده. لان المدرس النهارده الطالب تجاوز، يبقى المدرس مش هينرفز نفسه، مذكره يبعتها مثلا لمدير المدرسه، والله حصل كذا 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 من الطالب. اذا اتخذ اجراء مع الطالب ده تمام وردع الطالب ده، المدرس مش هيتنرفز، وزي ما حضرتك مش قلت قبل كده اجراءات تصعيديه هيكون مع الطالب لو اتكررت. في كل مره اجراء تصعيدي مع الطالب. ولكن هي فعلا السياسات اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت هي اللي كانت بوظت العلاقه دي. طب نتمنى ان التوجيهات الجديده للدكتور محب الرفعي وزير التربيه والتعليم وفعلا اللي هو اعلن عنها مؤخرا ان هي تظبط هذه العلاقه، يعني لصالح المنظومه التعليميه الجديده، اللي هي قد تصل الى الحبس. أيوة. يعني حتى للطالب اللي هو بيتعدى على المدرس وصلت ان هي قد تصل الى حبس، يعني من ناهيك بقى عن الفصل والاجراءات اللي الاستاذ بيقول عليها ان. أيوة. ممكن يكون مش فارقه معايا الحته ديت، لا ده انت يعني توصله كمان الى الحبس. أيوة. فديت تبقى بمثابه برضه تبقى حمايه للمعلم. بس انا اقول لحضرتك برضه في جزء،
الجزء الاعلامي مهم جدا يا استاذ عبد الخالق. احنا دايما اساسي بن دايما حضرتك بنشوف المدرس بيجي في الافلام بصوره لا تليق، دايما دايما بيجي مهزوز، يعني مش عارف حضرتك السيد يعني حتى الافلام بتساعد اصلا كمان بتساعد الطلبه على تسييخ صوره المدرس المهزوز اللي هي تستدعي السخريه اللي هي دايما يجي يعني مثلا حاله المادي متدني، لبسه راس غير انه ويروح لطالب علشان يديله درس في البيت قوم تجيب له الكوسه والبتاعه اشياء زي ما شفنا في فيلم عادل امام. الصوره يعني في الدراما حضرتك تتمنى ان هي لا تظهر المدرس بطريقه فيها احترام وفيها المعلم ده قيمه كبيره جدا. المعلم هو اللي خرج المهندس، هو اللي خرج الدكتور، هو اللي خرج الضابط. المعلم له قدر وله قيمه كبيره قوي، مش للاسف الشديد ما جابوش في الجانب الاعلامي سواء في افلام او في مسلسلات بالطريقه المتدنيه اللي هو بيجي بيها. طب انا عايزه اخد يعني استقطع من وقتنا وارجع تاني لان مشاكل التعليم كثير جدا، وبعدين انتوا الاثنين من كفر الشيخ مش كده؟ فانا عندي اسئله يعني تربطكم انتوا الاثنين مهمه جدا في الناحيه التعليميه، لكن عايزه بقى اتكلم عن نواحي الشخصيه شويه والاسره هنا شويه، واسالك سؤال وعايزه بقى الصراحه. انا يمكن اسئله بتبقى احيانا صعبه الصراحه فيها، بس بيت بيضم حماتك بيضم اخو الزوج ممكن تكون مفيده، انك زي ما قلتي ان الام بتساعد وحماتك بتساعد، وممكن تكون مثيره للمشاكل بالتدخل الزياده والقرب الزياده، ده بيثير تدخل احيانا. ف يعني نقول ايه؟ نقول المميزات طغت على العيوب، ولا انك بتعاني احيانا من العيوب برضه؟ لا، ما احنا العيوب اقل من المميزات، وبعدين في فصل برضه. يعني انا ما بحاولش لو في حاجه بيني وبين حماتي ان انا احكيها لجوزي. ايوه ديت اهم حاجه. ست عاقله واضح يعني استاذ. لا وانا وهو برضه فاصل يعني، وده احسن. لا احنا على فكره انا بعتبرها ميزه، يعني احنا اولا يمكن في بعض الايام احب نتجمع كلنا مثلا ننزل عند الحاجه تحت، يمكن انا ومراتي وعيالي واخويا ومراته وعياله واختي وجوزها، يعني يمكن حريصين في معظم الاوقات ان احنا كل فتره كده تلاقينا متجمعين وناكل مع بعض. جو جميل. اسر يعني انتوا خدتوا المميزات وركزتوا على المميزات. هي ميزه هي ميزه لان لما يكون اخويا تحتي انا بحس بالطمانينه، وانا لما اكون فوق اخويا هو بيحس بالطمانينه، والحاجه لو تحت لو بنيجي جايين بالليل لازم نعدي عليها. لك هي تبقى مشكله لو مثلا في بينكم مشكله لا وبيحصل تدخلات؟ لا الحمد لله احنا الحمد لله يعني ما فيش مشاكل، قادرين تفصلوا تعملوا الفصل. لا الحمد لله. وبعدين يعني كلها ظروف الحياه يعني مخليني برضو مركزه مع اولادي كمان يعني في البيت وكده، وبعدين هي هلاحظ انها خالتي اصلا يعني زي ايوه. فده بيساعد يعني. ده الحمد لله ام والدتها. أيوه. الحمد لله. نرجع للتعليم ومشاكل التعليم، وعايزه اقول لكم انتوا الاثنين من كفر الشيخ، المفروض لما بنتكلم عن المنظومه التعليميه وازاي ان هي لازم تنظم وتوزع بطريقه حسب كل محافظه محتاجه ايه، نوعيه المدارس اللي محتاجاها حسب طبيعه المحافظه. يعني كفر الشيخ محافظة زراعية، مفروض نلاقي ان المدارس الزراعية فيها موجودة بكثرة علشان نربط سوق العمل مع الخريجين، الخريجين يلاقوا المناخ العمل المناسب لتعليمهم، ونفيد كمان المصانع الموجودة وبالخبرة. فمش عارفة ده متوفر ولا لا، يعني عارفة الإجابة بس أنا أسمعها من الأستاذ محمد الأول. تحت يعني كفر الشيخ من المحافظات الزراعية، وفي نفس الوقت يعتبر برضو صناعية، لأن إحنا لما كفر الشيخ بتشتهر بالأرز، عندنا الـ 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 القمح والرز والقمح، ومفروض أن أنتوا عندكم مزارع سمكية بس عندها مشاكل تلوث وكده. أيوة عندنا مزارع وثروة سمكية هائلة بسم الله ما شاء الله. فهو كان بس يعني المنظومة بتاعة التعليم الفني هي إن شاء الله رب العالمين، يعني إحنا في عندنا امل كبير قوي في وزاره التعليم الفني اللي ان شاء الله اللي انشئت جديد. المفروض ده لصالح التعليم الفني، لصالح التعليم الفني، ان هم فصل وزاره التعليم الفني عن وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي. عشان انا كوزاره ابدا اركز مع الطلبه بتاعتي مع خريجيني، واربط الخريجين بتوعي الطلبه بتوعي اللي هم يتخرجوا من المدارس الفنيه بسوق العمل. ايوه دي مهمه جدا.
يعني احنا عندنا مثلا في الحمول في كفر الشيخ عندنا مدرسة اسمها مدرسة مصنع السكر الصناعي، وبالها بالظبط مصنع السكر اللي هو بيطلع بيستخرج منه السكر من بنجر السكر، ومصنع بسم الله ما شاء الله عملاق كبير، يعني بين المصنع وبين المدرسة حوالي 20 متر. أيوة. وللأسف الشديد ما فيش طالب بيدخل المصنع ولا اتدرب فيه ولا اتعلم فيه ولا يدخل ولا يعرف ايه اللي فيه. طيب المصنع طب ده ايه ليه حضرتك ليه المشكلة؟ ما فيش بروتوكول تعاون بين التعليم الفني ووزارة الصناعة، مفيش، انا ما حصلش تعاون بين كوزارة للتعليم وبين ان انا اربط مجال او سوق العمل بالطالب. يعني انا مثلا ما وفي الاخر نشتكي ان ما فيش عماله، ما فيش عماله عمل. ولا والعماله بتشتكي انها مش لاقيه شغل، والعماله مش لاقيه شغل، العكس برضه يعني بتوع المصانع بيشتكي ان هو مش لاقي عمال، وفي نفس الوقت احنا بنخرج خريجين سنويا ومش لاقيين شغل عطلني. فهنا ما فيش فيه سوق توزيع او سوق ارتباط بين سوق العمل. ما ده اللي قلته في الاول، حلقات كلها المنظومه التعليميه حلقات منفصله عن بعض، منفصل عن والمؤسسات بعض. في مصر منفصله عن بعض، مفيش بينها بروتوكولات تعاون زي ما حضرتك بتقول. تمام. يعني انا كنت اتمنى ان انا اعمل مصنع، اعمل مدرسه في مصنع، يعني اتمنى ان انا اعمل المدرسه في المصنع. طب ليه المصنع يتبنى المدرسه ويستفيد من الطلبه ديت في خلال دراستهم؟ لما اجي انا خرجت كوادر مدربه اقدر استفاد منها، لو انا احتجتهم الاقيهم لان انا اللي مدربهم. أيوة. ومتدربين في مصنعي وعلى الاتي، يبقى انا مش لو احتجت عماله يبقى عندي العماله بتاعتي ومتدربه. لذلك ان بعد المؤتمر الاقتصادي العظيم اللي اقيم في شرم الشيخ، وكان فخر الحقيقه لكل المصريين، وده بيدل على ثقه المستثمرين سواء كان في الدول العربيه او الخليجيه او في العالم في مصر وفي أمن مصر، حسينا فعلا بالعظمة. الدول دي كلها عرضت مشاريع وتعاقدات مع الحكومة، الدول دي عايزة تبدأ تنفذ المشاريع والاتفاقات اللي اتفقت عليها بمليارات الدولارات. أي. هنا بتقابلهم مشكلة ان هم مش لاقيين يد عاملة، واحنا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي البطالة. فيعني انشأ قريبا مراكز تدريب الخريجين بتوع مدارس مهم قوي حضرتك المدارس الصناعيه ان هم يدربوا، يعني الناحيه النظريه لوحدها عموما مش كافيه، مش كافيه في هذا النوع من التعليم. هي في الفتره اللي فاتت كلها كانت نظري. ايوه كانت يعني نظري بس، لذلك ان هم بيعملوهم مراكز تدريب دلوقتي. أيوة. وفي مشكله كمان حضرتك، انا استاذ الاستاذ سيد بس اتفضل براحتك، كنت نفسي اتكلم فيها والله. اتفضل. يعني انا لما باجي اختار الطالب بتاع التعليم الفني وخاصه في المدرسة الصناعية، الطالب بيتخرج من الإعدادية بيدخل المدارس التعليم الفني وفق التنسيق. مدارس طلبة التعليم الفني كلهم من متوسط الحال زي حالتنا غالبا، يعني أي. يعني الأسر الميسرة بيدخلوا أبنائهم الثانوية عشان يخش جامعة، يخش يعني لهم مجال، فتبقى ده غالبيتهم من الأسر البسيطة الحال. طيب انا نفترض ان انا والدي كان عنده ورشه سيارات، ميكانيكي سيارات، وطلعت من وانا صغير كده معاه في الورشه لما لغيت وكبرت وتعلمت وبقيت بسم الله ما شاء الله فاهم ميكانيكي سيارات تمام لغايه المرحله الاعداديه، دخلت الامتحان نجحت، مجموعي جاب تبريد وتكييف، طب انا متربي تربيته كلها ميكانيكي سيارات، طب انا ذنبي ايه ان مجموعي جاب لي تبريد وتكييف وحاجة أنا مش بفهم فيها ومش حاببها فيها. ولو اشتغلت فيها بالعافية عشان مجموعي مش عمري ما هبقى شاطر فيها. جاب لي قسم الحياة، واخد بال حضرتك؟ جاب لي قسم جرارات، جاب لي يعني أنا دي مش هوايتي، ما أقدرش أعطي فيها. اللي أنا اتعلمتها وفهمتها دي اللي أنا بقيت إن أنا أبقى ميكانيكي سيارات، ده مجالي، اديني فرصة فيه. لما تدوني يعني حضرتك هنا أنا هبدأ فيه. بتطلب ان اللي يحدد انا ادخل واتخصص ايه، ميولي وانا موهوب في ايه. أيوة. وانا اميل لايه بصرف النظر عن نمري ومجموعي ايه. تمام. ما حطش التنسيق، هو مجرد ان هو نجح وعايز يخش للتعليم الفني
مش محتاج مش التخصص ملوش علاقه يبقى بالمجموع، ما بقاش بالمجموع، لان انت ممكن تفرض عليا قسم انا ما بديش فيه او انا مش هويه. ايوه. وبعدين انا بدي لحضرتك المثال، انا ميكانيكي السيارات بقالي 15 او 12 او 13 سنه شغال في الورشه، هتيجي النهارده توديني تبريد وتكييف اعمل فيه ايه؟ هتوديني قسم اللحام اعمل فيه ايه؟ طب انا اعمل لجنه تعمل مقابله للطالب، انت عايز ايه؟ طب انا عايز ابقى ميكانيكي، ايه معلوماتك عن ميكانيكي السيارات؟ احنا عندنا ورشه. طب اتفضل اهلا وسهلا. هيبدع عمله اختبار فني وهيدينا اختبار فني. اختبار فني فعلا فكره ممتازه. هيبدع وهيديني لانه داخل في المجال اللي حبه، يبقى هو هيستفيد قدرات كده وقدراته. ايوه. استاذ سيد عماره، اكتر حاجه مشهوره في بيلا، مش هي المركز بيلا؟ بيلا. بيلا اسمع الفسيخ كان عندكم حلو. والسمك، السمك المفروض، بس عندكم بقى مشكله عايزاك تتكلم عنها. للاسف للاسف المفروض ان انتم مشهورين بالمزارع والثروه السمكيه الرهيبه الجميله الرائعه، بس عندكم مصرف مش عارفه كوتشر ولا كوتشينر. مدينه بيلا ومحافظه كفر الشيخ طبعا بتشتهر بالزراعه، هي محافظه تعتبر زراعيه، وطبعا محافظه تمتلك حوالي 100 كيلو متر على الساحل البحر المتوسط. ساحل البحر المتوسط. فده طبعا بيخليها من المحافظات اللي هي الساحليه، وطبعا في بحيره البرولوس عندنا في مركز بلطيم، ده طبعا عندنا مصيف بلطيم، فبيخلي مصيف بلطيم لسه لسه معلش اقطعك بس ثانيه، بلطيم لسه بتروح تصيفوا فيها؟ لسه موجوده بلطيم؟ ايوه. امال ايه، هتتحول مدينه سياحيه ولا ايه؟ هتتحول مدينه دائمه قريب يعني، هتتحول الطلالات قررت تتحول مدينه دائمه. جميل رائع. بلطيم ده يعني زمان كنا نسمع ناس بتروح بلطيم كتير قوي، بس مش عارفه بقى انقرضت الحكايه دي ولا لا. ده اتطورت وبقى احسن ان شاء الله. بس احنا عندنا فعلا من المشكلات اللي هي فعلا عامله قلق جدا في محافظه كفر الشيخ، وبالاخص مركز الحمول وبلطيم وجزء من مركز بيلا، التلوث. تلوث عندكم البيئة. مشكله التلوث حتى مأثر على السمك، مأثر طبعا هو يأثر على كل حاجه، على كل كائن حي مش السمك بس. لان مصرف كوتشينر ده جاي من الغربيه. ايوه. فيه عوادم كتيره من مصانع الغزل والنسيج وصرف صحي وكل الكلام ده، وفيها مركبات كيماويه طبعا صعبه انها تحلل، بتاع مركبات معقده. وطبعا بيجي عند مركز الحمول، المصرف ده جزء من كفر الشيخ بيروي منه كتير، وبيجي عند الحمول بيخش على الميه النظيفه اللي هي بتاعت بحر تيره اللي هو يعتبر فرع من النيل، الميه العذبه. ايوه الميه العذبه بحر تيره، بيتخلط عليه بشكل كمان يعني الميه اللي هي بتاعت كوتشينا ده اكتر يعني بكتير، بتخلط مرتين، مره عند الحمام مره عند الخشعة، فخلى الميه يعني الميه تعتبر كلها ملوثه، كلها ملوثه في الثلاث مراكز دمت اللي هي يعتبر نص مركز بيلا ومركز الحبول ومركز بلطيم. وبالتالي النهارده اصلا كل الزراعه، كان لسه هقول لحضرتك كلها بتتروي. الزراعه وكل ده يتاثر كمان، بتتروي من الميه ديت. ومزارع السمكيه كلها برضو نفس القصه، يعني مزارع الخشعه ومنطقه الخشعه ودي كلها ما بتتملى من الميه ديت. ويمكن الواحد لو راح الميه ديت ريحتها ممكن الواحد ما يطقش. يعني كنت قريب جاي من مشوار طويل كده، فركنت عربيتي عشان افرد جسم شويه كده جنب الميه ديت، حسيت بريحتها، مش قادر استنشق. طب ولما مش قادر تستنشق مجرد الريحه، تاكل ازاي من الخضار وانت مامن على صحه ولادك وصحتك؟ وازاي تاكل سمك وانت مشكله مامن كبيره. والمنطقه ديت منطقه او تشرب ميه حتى مشهوره زي. يعني المنطقه ديت مشهوره ان فيها فواكه كتير، فيها منطقه بلطيم ديت فيها فواكه كتير زي اشجار الجوافه، اشجار المانجا، النخيل، الخضروات، الصوب، الثروه السمكيه. فيا ريت يعني المفروض يعملوا. طب احنا بقى لنا سنين بنسمع عن مصرف كتير جدا كوتشينر ده. يعني ومحافظ يتغير ويجي وراه محافظ وبرضه نفس الشيء. وقالوا قبل كده هنعمل تحليه، محطات تحليه وهنغطي يعني المصرف ده ولا مفيش حاجه حصلت. هو جزء كمان الاستاذ سيد يعني، وبقول لحضرتك ركنت شويه بالسياره فشم ريحه يعني. طب كوتشينر ده يعتبر قسم الحمول نصين. ايوه. نص كده، نص مسافه كبيره السكنية. جدا نص الكتله السكنيه، مسافه كبيره جدا. كوتشينر ده من سكان من جميع من 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 على الجانبين، سكان ومحلات وحياه اسره، عيشه كامله. ايوه واخد حضرتك. الناس ديت بتعاني من 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 الامراض بسبب البحر كوتشينر ده.
وصلت ان الناس كمان بتعاني من الامراض لان انت عايشه ما بتعرفش تلاقي اسود ميه سودة 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 فعلا يعني ورائحه غير عاديه يعني السيد بيقول لك هو بس ركن شويه شم ريحه ايه فممكن انت عايشه بقى في يعني شقتك وراها 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 كوتشينر. طبعا احنا عرضنا كل ما يجي محافظ بيتعرض عليه المشكله دي بقى لها كام سنه مشكله كبيره مشكله ازليه مشكله ازليه سنين سنوات المحافظين يتغيروا ويروح ويجي ويتغير ويقول لك فقال يعني نسمع ان هم المسافه اللي بين الكتله السكنيه ديت هتتردم هتتعمل بالخرسانات ويسيب بس فتحه صغيره كده للميه تمر وبعد كده يبقى دي خرسانات ونستخدمها في مجلس يعني لو استخدموها كمجلس مدينه وكمحافظه حدائق منتزهات وعملوا منتزهات او محلات للايجار هتجيب انا احب اسمع الحلول الحلول المقترحه دايما يعني لما الدنيا تيجي تسود قوي اقول طيب ايه الحلول المقترحه نساعد المسؤولين هو حضرتك يمكن فكره ده منهم ده تبقى صالحه للتنفيذ يعني ادى الحل ادى في حل من ضمن الحل هم قالوا هيعملوه بس للاسف ما يتعملش قالوا ليه زي ما قال الاستاذ سيد محطات التنقيه يعني عايزين نعمل واحده في الحمول وواحده عند الخشعه لان طبعا الميه الكوتشينر ديت غير ان احنا اللي بنشمه منها بيتروا منها زراعه بيتروا منها مزارع سمكيه يعني في ناس كمان على مسافه قد ايه او كم مركز بقى او كم ايه محافظتين هو جيم من الغربيه ومعدي محافظه كفر الشيخ طب ايه الحلول المقترحه حضرتك لحد البحر المتوسط سهله اللي ممكن احنا لما نقولها دلوقتي يسمعها مسؤول وتتنفذ وما تكونش مكلفه مثلا يمكن العمليه يمكن الحل مكلف جدا عشان كده قعد السنين دي كلها لا هو في على فكره اتجاه للدوله بقاله فتره طويله ان اي مجاري مائيه داخل الكتل السكنيه بيتم تغطيتها وفعلا الدوله ماشيه بقالها مثلا يمكن 10 سنين في القصه ديت وفي اماكن كتير ترع كتير ومصارف كتير كانت معديه جوه الكتل السكنيه اتردمت بس المصرف ده طبعا مصرف كبير عرضه بتاع حوالي 50 متر ولا حاجه سليم هياخد هو تكلفه كبيره المشكله هنا ان يعني انا عايز اقول حاجه من التناقض اللي شفتها في الفتره اللي فاتت ممكن تلاقي وزاره الري بتعمل واحد محضر في قريه عشان سايب مثلا ميه صرف في الترع اللي هي تعتبر ميه النيل ايوه ونيجي نشوف في التلفزيون قاعدين نقول ايه نتكلم ونعمل دعايه ان احنا نحافظ على مياه النيل ونحافظ ونحافظ واحنا الدوله اللي بنجيب مصرف فيه مواد كيميائيه وعواد المصانع ونيجي ندخلها على ميه النيل ونقول للناس الفلاحين اروا ارضكم منها واعملوا المزارع السمكيه منها وانا رايح اعمل محضر لراجل عشان ساب صرف في ترعه ترعه كده انا بعمل محضر لراجل عشان ساب صرف في ترعه وانا كدوله بسيب مصرف مليان بالمواد الكيماويه والعوادم وعوادم المصانع مواد سامه والصرف الصحي مصرف بالحجم ده كله انا بخلطه وادخله على الارض يرو منها طيب أدخل تاني في الأسرة أسرة السيد عمارة بعيد عن كل المشاكل بقى التعليمية والغير تعليمية اللي احنا تطرقنا وناقشناها في حلقتنا النهاردة وأقول أربع ولاد كلهم ما شاء الله ربنا يخلي أحيانا بنلاقي في الأسر اللي فيها أكتر من طفل مشكلة بتسيب أثارها معاهم مع الأولاد لغاية لما يكبروا وهي التفرقة في المعاملة يعني مثلا لو عندي ثلاث بنات ها ثلاث بنات ومحمد ولد واحد اجي بقى ايه محمد ده يبقى هو المميز في المعامله وهو اللي بيتدلع وبيجي له احسن انا شايفه سلمى بتقول لا لا بالعكس بيحصل ده يا سلمى لا هم اللي مميزين كلكم زي بعض لا قولي رايك بصوت عالي كده بتقولي ايه بقى كلنا زي بعض مش بتحسي ان بابا وماما بيفضلوا سحر عن سلمى او محمد او ساره او لا طب حلو قوي خلاص انا بقى مش محتاجه اولا محمد هو ولد وحيد أيوة. بس انا عمري ما حاولت اتعامل معاه انه ولد وحيد يعني مش عايز اتعامل معاه كده طبعا ولادي كلهم زي بعضهم عندي سواسيه بحبهم كلهم قد بعض ومحمد من يعني مش عايز اغرز فيه قصه الولد الوحيد يعني دلع ما فيش دلع بقى انا بعامله كصديق محمد مع انه صغير كده بس بعامله اهزر معاه والعب معاه وراح المدرسه يتشقى بقى مستني يتشقى وعامل اللي هو زي تيم كده في المدرسه شقي في المدرسه انا ببقى مبسوط بيه وما بخافش يعني ما حسوش ان انا خايف عليه او بتاع كده بعامله ان هو عادي خالص ما بحاولش انا وحتى والدته بقول لها مهمه جدا اللي علاقتهم هم كاخوات ببعض ومهم جدا عشان صالح محمد نفسه لما يكبر جد. ويتعامل بصوره طبيعيه سواء بقى مع زوجته سواء مع اصحابه في مجتمع عموما
انا سامعه ان انتوا في الكشافه وكلام كبير كده في الزهرات. لا في الزهرات. في الايه؟ الزهرات. حد يقول لي بقى، يحكي لي الموضوع ده. سحر ها؟ سحر ولا سلمى؟ سحر. قولي لي ايه الموضوع ده؟ ايه تعملوا فيه ايه؟ لا لا بصوت عالي وبالراحه. بتحفظي اغاني؟ طيب سلمى قولي لي بتعملوا ايه؟ ما هي معاها تتمرنوا ايه؟ مرة على اغاني وعلى مثلا في قوانين بتمشي هناك، بس قوانين الزهرات حفظوها يعني. ان انتوا لازم تحترموها. تمام تمام. طيب انا سعدة، بس لو محمد عنده هواية قبل ما اختم برضه تقول لنا، بتغني برضه يا محمد ولا بتعمل ايه؟ بتخانق. دي الهواية ها؟ تخصص عجبتك يا سلمى. تخصص خناقات محمد يعني؟ طيب انت، انا سمعت بتغنوا، يعني ممكن تغنوا قبل ما ننهي؟ تغنوا؟ سيبونا حاجة لمصر بقى. طيب بما ان سحر وسلمى بيتعلموا في الزهرات ان هم يغنوا، يبقى ممكن نسمع منهم اغنية ونختم بيها حلقتنا. بس بالحركة تبقى احلى ختام كده، ايه رأيكم؟ ماشي، بس فيها وانت كمان في اغاني فيها حركات. لا انتوا اتفقوا، بصي روحي جنبها كده. ايه رايك؟ واسمع منكم بقى اغاني بقى، نكتشفكم انتوا النهارده، هنكتشفكم. اقعدوا جنب بعض ساعه عشان المايك هنا يقعد هنا. يلا هتغنوا لنا ايه؟ فيها حركات. في اغاني فيها حركات. لا يعني اتفقوا على اغنيه فيها حركات بقى، وما فيهاش حركات انتوا احرار. هتغنوا ايه؟ بس بصوت عالي. يلا لا قولوا لنا بصوت عالي بقى، يلا اتفقوا بسرعه. صوت عالي إيه؟ عشان نسمعكم كلنا. اتفقتوا على ايه؟ علمونا في مدرستنا. علمونا في مدرستنا. طب بصوت عالي بقى، يلا بقى وروني الزهرات بتعلمكم ايه. ومحمد واحد. محمد النهارده بقى اجازه من الخناق ونغني. محمد يلا نشارك برضه، نشارك. يلا محمد. واحد اثنين ثلاثه. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها، فهمنا يعني ايه بلاد، تحيه العالم بلادي، لكن حب وفؤادي من حبك يا مصر احنا لها نحافظ عليها، ونبني مستقبلنا فيها ونعليها ونعلى بيها، ونشيل اسم مصر هل انا ابقى جندي من جنودها، واحمي ارضها لو طلبت مني عمري كله تحت امرها، علمونا اللي احنا واحد كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد مهما اختلف الدين، حب بعض مهما يجرى، واللي عنده فينا فكره والبلد دي نزورها بكره، بنحبك يا مصر. الله على الكلام، الله على الكلام. لو كلنا بس ننفذ الكلام ده مصر تبقى حاجه تانيه، ومصر اكيد تبقى حاجه تانية بالجيل الجميل الصاعد ده ان شاء الله. انا بشكر طبعا الولاد. حلو قوي بتاعت ان احنا كلنا مصريين لنا رب واحد مهما اختلف الدين. عجبتني كلماتها كلها. واحنا جندي من جنودها هنحافظ على ارضها، كل كلماتها جميلة والله. رائعه. قيم جميله، قيم واحلى جميلة. جمله ننهي بيها ونختم بيها، احنا بنشكر استاذه رشا اللي تعبت في التربيه دي بجانب طبعا الكشافه والزهرات وكل ده. شكرا على الانشطه وشكرا على المجهود، ويا ريت كل الاسر تهتم كده بولادها. ربنا يدي لك الصحه ويوفقكم دايما. شكرا السيد استاذ سيد عماره. شكرا على يعني استضافتنا بقى، مش هنقول انتوا اللي ضيوفنا، احنا اللي ضيوفكم. شكرا ليك. بنشكر استاذ محمد عزت. شكرا ليك. بنشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا في حلقتنا النهارده من بيت العيله، والى اللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده وبيت العيله.